Donc, Magou Mohamed Alab Mustafa, représentant provincial en entrepreneuriat, l'organisme de la Fondation de recherche et développement en sciences et ingénierie, en partenariat avec l'INDH, le Moubadara Al-Wataniya. Donc, nous avons on accompagne donc les porteurs de projets. Alhamdoulilah, d'abord, il y a beaucoup de projets opérationnels. Nous avons 43 projets réalisés dans divers secteurs d'activité, le secteur de l'artisanal, ou le secteur de la santé, de la technologie, mais des idées innovantes. اللي فيهم شويه الابتكار والحمد لله دابا حاليا كنعاودوا نديروا دي زاكومبانيومون افيك دي جروب وكنحاولوا ان شاء الله الهدف ديالنا نكري ان ريزو ويحاولوا يديروا ان ايشانج بيناتهم ان بارطاج اللي هو مهم فهاد 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 لو كادر هذا. شنو هو الاستفاده اللي تستافدوا الناس هنايا في المغرب؟ انتم كتعيشوا برا لا عايشين هنا وي شنو الاستفاده اللي استافدوا الناس ديالنا؟ كيجيو كيديروا دي كيتسجلوا عندنا كنديروا لهم دو لاكومبانيومون كيجيو كيديروا دي زاتوليي دو فورماسيون كيقراوا الماركتينغ ليفونوفاسيون دي زاتوليي دو مانيير جينيرال ومن بعد كيدوزوا واحد اللجنه وكيقدموا لوغ بروجي ولا تقبلوا كتعطيهم داك الدعم. دونك حنا اون لي زاكومباني في لافاز اللي كتكون في بري كرياسيون دونك كنديروا معاهم واحد دراسه الجدول وكيقدموا لوغ بروجي الى اخره ومن بعد الى دازوا في اللجنه كنديروا لهم واحد لاكومبانيمون كتسمى بوست كرياسيون بوندون دو زون وكنوقفوا معاهم في هذه الامور هذا كنديروا لهم ان سويفي ديال واش وصلوا لي زوبجيكتيف ديالهم ان بيلان الى اخره. النصيحه ديالك للشباب المغربي في لونتربرونيا يفو بروند لو ريسك راه الانسان ديما خصو يشوف القدام وراه كنتعلمو كاس كي في دو ليون كيما كنقولوا لو روا دو لا جانغ سا بيرسيفيرونس الانسان واخا الى ابوندون اولا كيطيح في دي زيشيك راه اون ابرون دو نو زيرور وكنتعلمو وكنزيدو القدام. فو لي جون افونسي افونسون ما دون لا ما راه سي كيستيون دو فولونتي دو بيرسيفيرونس وراه هادوك اللي كنا كنضحكوا عليهم البارح راهم زادوا القدام والانسان ما خصوش يشوف لتحت ولا يقول لك ما عنديش ولا نو راه الحمد لله عندك ان سيرفو بور ريفليشيغ عندك دي مان بور ترافايي كما كنقولوا زعم كل الهم. رقيه بو الدين رئيسه قسم عمل اجتماعي بعماله مقاطعات الفدا مر السلطان. نخلد اليوم الذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أعطى جلالة الملك نصره الله انطلاقتها يوم 18 ماي 2005 وقد تم الاحتفال بهذه الذكرى بعملة مقاطعة الفدا مر السلطان برئاسة السيد العامل وحضور جميع الفعاليات والشركاء واللجان الحكامة واللجان المحلية اللي تابعة للعمالة وبحيث قمنا بتقديم حصيلة ديال المنجزات في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممتد للفترة الممتدة ما بين 2019 إلى نهاية 2022 الذي بلغ عدد إنجازات ديالها 119 المشروع واللي كتهم أساسا البرامج الأساسية لهاد المرحلة اللي كتهدف أساسا بدفع تنمية أجيال الصاعدة والدمج السوسيو اقتصادي للشباب وفي إطار أيضا مساعدة أو مصاحبة الأشخاص في وضعية هشة. بالنسبة للعدد الإجمالي ديال الأشخاص فهو كيتفرع لعدة الفئات، كاين فئة الجمعيات اللي كتشتغل خصوصا في مجال الهشاشة، كاين فئة ديال الشباب أو حاملي المشاريع أو المقاولين الذاتيين أو المؤطرين في إطار تعاونيات، وكاين الفئات ديال التلاميذ أو
أو المتمدرسين اللي كتستهدفهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هو تيهم احنا كما تتعرفوا فاحنا في عمالة اللي هي كتعاني من وضعية هشاشة بسبب الكثافة السكانية وبسبب عدم توفر كما سبق لنا الذكر الوعاء العقاري أو الوحدات الصناعية اللي تشغل الشباب. يعني أن كان واحد العدد كبير من الفئات أو لجميع الفئات المستهدفة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمل مقطع في دمر السلطان. فإحنا كنحاولوا أننا تستفد من هذه الخدمات اللي كتقدم اليوم من طرف المشاريع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. شنو الاستفادة أنتم كمجتمع مدني؟ شنو استفدتوا من هذه المبادرة؟ نعم شكرا للمنبر الإعلامي. الدكتورة بن عمر ليلى رئيسة الجمعية المغربية الصحية لتتلت السبغي 21 أمد. دونك احنا كمجتمع مدني تيعتني بالأطفال ذوي الهشاشة، هذه الفئة ديال الأطفال المعاقين، يعني تنحتاجوا بزاف ديال المساعدات وتنحتاجوا بزاف ديال الإعانات. والحمد لله احنا كنا اول مستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عاونونا بزاف الناس ديال مقاطعات الفداء من السلطان اللي تنشكر بهذه المناسبة ليكيب ديالها كلها من الاول حتى الاخر، يعني كلهم كل واحد بسميته وعلى رأسهم عامل صاحب جلالة على مقاطعات الفداء من السلطان. وتنشكر كذلك من هذا المنبر جلالة الملك اللي فتح لنا هاد الورشة الكبيرة اللي تلقاو فيها الملاد ديالنا احنا كمجتمع مدني. أطفال نعم مي كيف توصلوا بهذه المساعدات وبهذا الدعم خصوصا للجهات المسؤولة، كيفاش كتشوفي الملامح ديال الوجود يعني؟ دونك انا نهضر لك على الحاله الخاصه ديالنا ديال الوليدات اللي حاملين تتلت صبغي 21 او الحاملين ما يسمى باطفال داون. دونك هاد الوليدات يعني على عكس اللي كان عليه زمان كانوا مهمشين تيبقاو مساكن غير في ديورهم ما تيدمجوش في المجتمع، فالحمد لله يعني دابا تفتحت قدامهم الابواب وتفتحت قدامهم المدارس. وكان السيد العامل ديال مقاطعه الفداء مر السلطان اول مساند لنا اننا دخلنا كنا دي بيوني، يعني الاوائل اللي دخلنا الوليدات للاقسام العاديه مع مرافقات الحياه المدرسيه. والحمد لله احنا وليدات حاملين لي داون اللي وصلوا لمختلف المستويات، كاين عندنا اللي في التحضير اللي في الثاني اللي في الثالث اللي في الرابع، فيكفينا فخرا غير هذيك الضحكه وهذيك الابتسامه وهذاك الحب الكبير اللي تعطيونا فاش تيشوفونا، يعني تنساو بها جميع المصاعب. كاينه مصاعب صراحه يعني باش تواكب هذه الامور وهذا، ولكن الحمد لله غير ديك الضحكه تتكفينا زعما صراحه عجزت انتبه. دوب فوالا هذاك التعب فوالا صراحه. دونك حنايا حنا يعني كان اول مساند لنا هو التنميه البشريه، يعني على صعيد المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في مقاطعه الفداء مر السلطان اللي جهزت لنا وبدا حتى من الولايه. دونك اللي تم تجهيز فضاء مدرسة سعد بن أبي الوقاص، يعني واحد الفضاء جميل جدا لتنبادر أنني ندعوكم باش تجيو تشوفوه. دونك اللي درنا هاد الوليدات واحد الفضاء جميل وجد سميتو، يعني جات تبارك الله وسط هذا كأيقونة أنا أفتخر بها. هاد الوليدات في هذاك المجال ديالهم تيستافدوا فيه بعدة، يعني تمكننا من اقتناء تجهيزات أحدث التجهيزات للتعامل مع هاد الوليدات بالنسبة للترويضات، يعني تيستافدوا من نعومة الأظافر بترويض الحس الحركي، ترويض النطق، ترويض الطبي، تقويم العظام. عندنا دعم مدرسي بأحدث البيداغوجات وتبسيط المعلومة لهذا الطفل، بالإضافة لواحد الجردة حتى هي مجهزة فيها ألعاب فيها هذا، تيحضوا بورشات ديال الرسم ديال المسرح ديال، يعني كل ما هو باراسكولير تيستافدوا منه. والحمد لله كما قلت قبل فليكيب ديال التنمية البشرية بالمقاطعة في دم السرطان مواكبانا خطوة بخطوة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.